السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مراجعة القسم 3-3 للصف العاشر منهج دولة الإمارات العربية المتحدة العام الدراسي 2013-2014. المسألة رقم 1: النوع من المسائل على الطالب قراءتها بهدوء، استخراج المعطيات والمطالب بالرموز المناسبة. لذلك على الطالب أن يكون حافظ اسم الكمية ورمز الكمية وملخص على ورقة A4 وتضل معه، عندما بيحل المسائل بيجيبها الورقة A4. طبعا اسم الكمية ورمزها والقوانين المناسبة لي لكل درس من الدروس. تعالوا نقرأ مع بعض. يتسارع جسم كتلته، الكمية الفيزيائية هي الكتلة رمزها M small وتساوي 6.0 كيلو جرام، بعجلة مقدارها، العجلة كمية فيزيائية رمزها A small وهذا مقدارها مع وحدة القياس. الطلب ألف: ما مقدار محصلة القوى التي تؤثر فيها؟ محصلة قوى اسمها رمزها F net NET. أعطيت الرقم 1 لأنه الطلب طلب ثاني. ما العجلة؟ يعني الطلب بقى كأنه مسألة ثانية. ما العجلة التي تسببها القوة نفسها إذا طبقت على جسم كتلته 4 كيلو جرام؟ فلذلك كتبت هون A2 لأن هذا باء، و F2 نت تساوي F1 نت هو ذكرها. ما العجلة التي تسببها القوة نفسها إذا طبقت على جسم كتلته M2 4 كيلو جرام؟ يعني صارت مسألة ثانية. يعني هذا الطلب ألف، هذا الطلب ألف معطياته، هذا الطلب باء ومعطياته. إذا قرأت المسألة أنت، لخصت المسألة إلى معطيات ومطالب بالرموز المناسبة. لما نستخدم المعادلة المناسبة، عندك M و A و F، إذا بتستخدم قانون نيوتن الثاني. العجلة A العجلة، F نت القوة، M الكتلة. أنت بدك منها F نت، فبنستخرجها. كيف تستخرجها؟ تحط هذه مقامة 1، الإف مضروبة بالواحد وهذه مضروبة بهذه، هي أسهل طريقة للحفظ، أفضل من المثلث. أن تحفظ صورة واحدة لقانون نيوتن الثاني واللي هي هذا، ومنها فيك تستخرج اللي بدك إياه. إذن هذا قانون ومنعود، هذه عبارة عن العجلة، مقدار العجلة وهي مقدار الكتلة، وهذا الجواب. هي خلصنا مين؟ الطلب ألف. الطلب باء بده ما العجلة التي تسببها القوة نفسها؟ إذا أنا حستخدم هذا، إذا طبقت على جسم كتلته، هذه الكتلة الثانية، إذا بستخدم المعادلة هذه، العجلة تساوي للقوة على الكتلة وتساوي، القوة هي عبارة عن 12 نيوتن، عبارة عن هذه لأن ذكرها في السؤال، القوة نفسها، والكتلة 4، 12 على 4 3. هاي المسألة رقم 1 وفي أمان الله، ولا تنسوني من دعواتكم.